ومعي عبر الأقمار الصناعية زميلي مراسل إخبارية سورية أنس رمضان. أنس حياك الله. نعم، تحية لك عبد ولضيوفك ولمشاهدي الإخبارية السورية. نعم أنس، ما هي آخر التطورات الميدانية لديك؟ تفضل. نعم، سيطرة جدا هامة واستراتيجية كسر من خلالها الجيش العربي السوري أحد أبرز الخطوط الدفاعية لتنظيم داعش الإرهابي، كثافة نارية وتمهيد ناري باتجاه تهدف أدت فعليا إلى تسهيل التقدم البري لقوات الجيش العربي السوري، والتي خاضت معارك عنيفة ضد هذا التنظيم، ما أدى فيما بعد إلى السيطرة الاستراتيجية والهامة على بلدة تهدف التي كانت تعتبر مركز ثقل ومركز هام لهذا التنظيم الإرهابي، وكان في وقت سابق قد أقدم على تحصين هذه البلدة. البلدة باتت تحت سيطرة الجيش العربي السوري ليوسع الجيش بذلك سيطرته التي تضاف على السيطرة على عشرات القرى بمساحة تقدر إلى أكثر من 600 كيلو متر مربع. ما تعمل عليه الآن قوات الجيش ولا سيما وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري هو تفكيك العبوات الناسفة ونزع الألغام، لا سيما بأن هذا التنظيم يستخدم ذات السيناريو من خلال زرع العبوات الناسفة ومنظومة الألغام المتطورة بغية فرملة تقدم الجيش العربي السوري. السيطرة على هذه البلدة وضعت الجيش العربي السوري والقوات البرية تحديدا أمام عدة خيارات وأمام عدة محاور، من هذه المحاور دير حافر والتي باتت تبعد 3 كيلو متر عن القوات البرية، هذا من ناحية. من ناحية ثانية قباسين وبزاعة الواقعتين في الجهة الشمالية والشمالية الشرقية لمدينة الباب، يضاف إليها الخفسة المنبع الرئيسي لمياه الشرب والتي باتت تبعد أيضا نحو 19 كيلو متر، يضاف إليها مدينة الباب، أي أن هذه السيطرة وضعت الجيش في الوقت ذاته على خط تماس مع ما تطلق عليها او ما تعرف قوات درع الفرات المدعومه تركيا المتواجده في مدينه الباب، لا سيما بان تهدف لا تبعد سوى اقل من 1 كيلومتر عن هذه المدينه مدينه الباب، اضافه الى ما ذكرت الجيش بات على خط تماس مع هذه او ما يعرف بقوات درع الفرات عند قباسين وابزاعة. على بالعموم وفي المجمل وبالمجمل العام الجيش بات يتجه نحو ربما عدة محاور، هذه المحاور التي ذكرتها آنفا وحدهم القادة الميدانيون في على الأرض وعلى هذه الجبهات هم من يحدد الوجهة، وجهة الجيش العربي السوري سواء باتجاه دير حافر باتجاه قرى أخرى من الريف الشرقي أو باتجاه الخفسة التي تعتبر أيضا يعني هدف جدا استراتيجي للجيش، لأن التقدم إليها والسيطرة عليها يعني إنهاء أزمات حلب المائية التي تعيش فيها المدينة منذ أكثر من شهر ونصف من الآن. طيب أنس، كان هناك استهداف للمدنيين الآمنين في حي الخالدية بحلب بقذائف إرهابية أطلقتها هذه التنظيمات الإرهابية، ما هي المعلومات لديك؟ هناك إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المدنيين نتيجة هذا التصعيد واستمرار فعليا هذا التصعيد من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة الذي جاء اليوم باتجاه تحديدا الخالدية وسبقه باتجاه الحمدانية التي تضم 9 تجمعات سكانية، يضاف إليها منيان حلب الجديدة شمالي وجنوبي، إضافة أيضا إلى ما أقدمت عليه المجموعات الإرهابية يوم أمس من خلال وضع تفجير عبوة ناسفة تم وضعها من قبل هؤلاء الإرهابيين للقمامة في منطقة الأعظمية، ما أدى لاستشهاد مدنيان وإصابة آخرين أيضا بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا إلى مشفى حلب الجامعي عبده. نعم زميلي مراسل الإخبارية السورية من حلب أنس رمضان، كنت معي عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك.